فيديو النهاردة هقول لك على طريقة تخلي عندك الزغلول نص كيلو. شوف حضرتك الزغلول بسم الله ما شاء الله ده عمره صغير، لو شفنا الزغلول انا جايب لك زغلول زاجل مش جايب لك زغلول لحم، لسه الديل صغير اهو باين الزغلول ان هو لسه سنه صغير. تمام، لو وزنت الزغلول ده هتطلع نص كيلو باذن الله. طبعا معانا اهو زغلول اللحم ده اخوه متربيين مع بعض، بس هتلاقي اللحم طبعا اتقل شويه. هنشوف كمان زغلول تاني اهو برضه لسه الديل زي ما حضراتكم شايفين الديل بتاعه لسه صغير، الزغلول نص كيلو. طيب هقول لك الطريقه اللي بتخلي الزغلول نص كيلو. اولا قبل ما نبدا الفيديو ارجوك ارجوك اعمل لايك للفيديو علشان الفيديو ينتشر والقناه تكبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم، ازيكم وحشتونا عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناه مشروعات صغيره وتربيه الحمام. فلاجيل ومضاد السموم وخل التفاح اتكرر اكتر من مره، فانا كررته لان الناس لسه مش عارفه ايه الفلاجيل اللي بيعمل ايه ومضاد السموم بيعمل ايه او خل التفاح بيعملوا ايه وايه فايدتهم. ده من اكتر الاسئله اللي بتيجي، وفي ناس بتستخدمهم غلط. يعني في ناس بتستخدم الفلاجيل، في واحد يقول لي انا بستخدمه كل يوم والزغاليل بتطلع ضعيفه. لا، ما هو ده اللي بيخلي الزغاليل تطلع ضعيفه يا سيدي. الفلاجيل احنا بنستخدمه 3 ايام بس. الزغلول من العمر ده هنقول انا بستخدمه، هنقول مثلا لو انت ما انتش عارف يبقى في الحجم ده، اول ما الزغلول يبدا يطلع فيه لون الريش كده تعرف ان هو ده العمر المناسب ان انت تعطي فيه الفلاجيل. بعطي ده اللي زي ده نص سنتي في الفم مباشره في عمر اليوم الثامن والتاسع والعاشر كده 3 ايام بس، ما تكترش عن كده، اكتر من كده بيضر مش بيفيد. بقى هقول لك انا برضو بستخدمه ازاي. انا بستخدمه مع مضاد السموم. هنجيب كده ونعمل عملي في الكوبايه دي. طيب انا لو كترت الفلاجيل اللي بيحصل، اللي بيحصل من الفلاجيل ان هو بيقتل البكتيريا الضارة والنافعة، فهو برضو له اضرار اهو. احنا عايزين البكتيريا النافعة تاني، فبنعمل ايه عشان نرجع البكتيريا النافعة من تاني؟ احنا المقصود هنا نتخلص من البكتيريا الضارة، لكن هو ما بيفرقش بين البكتيريا الضارة والنافعة، فاحنا عشان نرجع البكتيريا النافعة بنقوم نستخدم الخميرة دي. بنستخدم نص قرص يومين، يعني اليوم الـ11 واليوم الـ12 هتستخدم فلاجيل او اميريزول، الاثنين واحد زي بعض. فرق بين ده وبين ده ايه؟ انا بلاحظ ان الحمام بيحب طعم الاميريزول عن الفلاجيل. لما بحط الفلاجيل في الميه الحمام بيسيب الميه وما بيرضاش يشربها، فانا هستخدم النهارده اميريزول. اميريزول اخف يمكن في الطعم شويه، فالحمام ممكن يشرب الميه عن الفلاجيل، فهنستبعد الفلاجيل. لكن انا بقول لك البدائل، في بلاد تانية، في بلاد فيها اصناف تانية غير الاصناف دي، اللي هو المهم مطهر معه يا جماعه. ده اللي هيخلي معاك الزغلول يكبر لو عندك الزغلول ضعيفه وما بتكبرش. لو انت نسيت ما اعطيتش في العمر ده، هتاتي لاي عمر، المهم تاتي. لو الزغلول كبرت زي دي وانت ما اعطيتهاش الفلاجيل، بدل ما هناتي نص سنتي يبقى هتاتي سنتي للزغلول طالما كبر زي كده. هفتح ازازه الامريزول اهو، خلاص احنا اتفقنا، نرجها برضو. طيب انا عايز اعطي الزغلولين دول، هحط لهم سنتي من امريزول، اسحب السنتي وفي كوبايه زي كده واحط السنتي، اضيف عليها 10 سنتي ميه ونقلبها كويس. بعد ما نقلبها اضيف عليها سنتي خل تفاح، يبقى الزغلول خد نص سنتي من ده ونص سنتي من ده. اتفقنا ان دي لزغلولين بس، انا بخفهم على الميه يكون يعني افضل. ممكن تعملهم على طول، لكن الافضل ان انت تخفهم في ميه عشان ما يكونش حامي على الزغلول. نقلبهم، هنسحب لكل زغلول 5 سنتي، 5 لكل زغلول، وهتستمر على كده اليوم الثامن والتاسع والعاشر من عمر الزغلول. كده خد نص سنتي فلاجيل ونص سنتي خل تفاح. معايا اهو علبه الخميره زائد تكون متوفره، فتحناها فيها 60 قرص يا جماعه، مش حكايه يعني، ارخص خميره هتلاقيها، بس انا هوري لك ازاي بتستخدم الخميره. هنفترض ان الزغلولين دول اللي هم خلاص خدوا من الفلاجيل لثلاث ايام مع خل التفاح، هتاتي اليوم الـ11 والـ12 من عمر الزغاليل دي، تقسم القرص، هو القرص هو فيه علامه، تقسمه بالنص وتاتي لمده يومين كده، لمده يومين كل يوم نص قرص. ده هيفرق معاك جدا. لو عندك الزغاليل الاهالي مش بتاكلها، الاهالي هتاكلها اهو. بسم الله ما شاء الله هنشوف الزغلول واكل محترم، تاكيل اهالي والاكل كده مش جامد فيه، شوف الاكل ناعم فيه ازاي،
هو ده اللي احنا عايزين نشوفه كده، تعرف ان الزغليل صحتها كويسه، الاهالي بتعرف تاكل كويس. بيفيد في ايه بقى الفلاجيل وخل التفاح في العمر الصغير اللي هو زي الزغليل دي؟ الزغليل بيجي لها كانكر، اللي ما يعرفش يعني ايه الكانكر، الكانكر بيجي يا جماعه في حلق الزغلول زي اللوز اللي بتيجي للاطفال بالظبط، بتلاقي من جوه كده لو فتحت بق الزغلول من كده هتلاقي في الحلق من الداخل حاجات بيضة، تجبنات بيضة بتقفل حلق الزغلول، او زي ما يكون فيه التهابات بتخلي الاهالي ما تعرفش تاكل الزغاليل، تقفل الحلق بمعنى اصح، فتلاقي العيب في الزغاليل والاهالي. انت تقول الاهالي مش بتاكل الزغاليل، لكن طبعا لازم نعطي للاهالي برضو زي ما اعطينا للزغاليل 3 ايام بنعطي للاهالي 3 ايام في الميه. لو انت مربي تربيه سايب زي كده هتعطي في المسأة زي دي، هتجيب المسأة زي دي اللي هي 1 لتر كده، انا حاطط فيها شويه ميه على فكره عشان تبقى عارف، هنسحب 5 سنتي، سحبت ال 5 سنتي بحطهم في الميه، شويه الميه اللي انا حاططهم واقلبهم خلاص. يبقى لازم تدوب ده لوحده وده لوحده في الميه علشان الحمام يشربوا. لو انت مربي في سلكات هقول لك برضو تعمل ايه، يكون افضل تعطي في الفم مباشره. وخلي التفاح اهو هنسحب منه 5 سنتي برضو على اللتر. طبعا انا بحط 5 سنتي ليه؟ حد هيقول لي كتير 5 سنتي، لا انا هقول لك ليه. انواع الخل اللي احنا بنجيبها دي يا جماعه مش الخل اللي هو الاصلي اللي هو احسن حاجه، يعني الخل ده الازازه دي ب 20 جنيه طبعا، ممكن تلاقي منها ب 50 وتلاقي اكتر من كده كمان، لكن هي دي نوع متوسط شويه، فعشان كده انا بحط 5 سنتي. في انواع ثانيه ممكن تحط منها 2 سنتي. لو عندك مضاد سموم هو ينفع مكان خل التفاح، فيه مضادات سموم نفس الريحه ريحه الخل برضه يا جماعه، هي دي اللي احنا بنتكلم عنها مضادات السموم. ونملى لتر الميه ونقدمه للحمام، ولازم الحمام يكون عطشان علشان يشرب الميه دي، لان هو مش بيحب الفلاجيل او الامرزول. زي ما قلت لك الامرزول اخف شويه، فهيشرب الميه مع الامرزول عن الفلاجيل. لو مربي في سلكات زي كده واقول افضل ان انت تعطي في الفم مباشره، هتعطي سنتي من امرزول في الفم مباشره وتعطي سنتي من خل التفاح في الفم مباشره، اي نوع خل تفاح او مضاد سموم. طبعا مضادات السموم على حسب الجرعه بتاعتها تعطيها، فبرضه 3 ايام لازم تعطي خميره بعدها على طول، بعد الثلاث ايام لازم تعطي خميره. والفلاجيل يا جماعه 3 ايام في الشهر بس للحمام الصغير والحمام الكبير، بيعالج انتفاخ الحوصله اللي هو الحصله منفوخه ميه او منفوخه هواء، يبقى ده بيعالج الموضوع ده، الفلاجيل والامرزول او مضاد السموم او خل التفاح، دول حاجات دي علاج لانتفاخ الحوصله اللي احنا بنعمله ده، وقايه شهريه من الحكايه دي. فبرضو الحكايه دي هتخلي معاك الزغلول نص كيلو، شايف الزغلول بسم الله ما شاء الله قاعد اهو، ده الزغلول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده اللي احنا عايزين نشوفه. يعني انت هتيجي تقول لي انا عندي الزغلول ما بتكبرش، مربي حمام بري وتقول لي الزغلول انا عايزه يبقى نص كيلو؟ لا اه انا بقول لك اقل حاجة اللي يطلع معاك نص كيلو لو زغليل زاجل. طبعا احنا اتفقنا في فيديوهات قبل كده ان احنا هنتخلص من الحمام البلدي او الحمام البري، الحمام اللي هو بيكون بيطلع زغليل ضعيفة. انت ما تربيش زغليل الضعيفة دي، انت عشان تستفاد في غلو الكلفه اللي احنا فيه لازم تربي انواع تكبر شويه، على الاقل الحمام اللي بيقولوا عليه حمام فلاحي المهجن اللي عايزك يطلع عندك زغلول نص كيلو، لو هتذبحه تعرف الزغلول يشبعك، لو هتبيعه تعرف تبيع الزغاليل، فخلاص مش هنربي حمام اللي هو الضعيف ده. لكن انا بقول لك على الطريقه، لو الزغاليل اللي هي الاهالي مش بتاكلها كويس والزغاليل بتطلع ضعيفه، يبقى هتعمل الطريقه اللي احنا عملناها دي، 8 جنيه وربع امرزول، فيلاجيل 13 جنيه، الخميره العلبه دي اللي هي فيها 60 قرص 14 وربع. خل التفاح زي ما قلت لك في منه الغالي وفي منه الرخيص، دي الوسط شويه الازازه الصغيره دي ب 20 جنيه، في انواع ممكن تبقى ب 50 او 100 او في حتى ب 10 جنيه. لكن ده النوع اللي يعني ايه متوسط شويه، فعشان كده انا بحط 5 سم، لو جبت الغاليه حط 2 سم على اللتر بس. كده كنت خلصت موضوع فيديو النهارده اللي هو ازاي تخلي الزغلول نص كيلو بالطريقه دي. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.